وراح يضيفي في الاستديو الصحفي ضياء التمر. صباح الخير ضياء. صباح الخير لكل المشاهدين الكرام. ضياء، يعني تابعنا من الأخبار الأخيرة في سيناء، هناك اتفاق بين بايدن وأيضا العاهل الأردني على ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين. طبعا هذا الإعلان يأتي بعد ما ذهبت إليه مصر عن خطة إسرائيلية لتهجير الغزيين إلى شبه جزيرة سيناء. ماذا تحدثنا عن هذا الموضوع ضياء؟ تحية مجددا. كل المخاوف اليوم المتعاظمة في المنطقة هي من تنفيذ هذا السيناريو الذي تسعى إليه إسرائيل منذ زمن بعيد، ومع انطلاق التصعيد، موجة التصعيد الجديدة في قطاع غزة، تجدد الحديث بشكل كبير، وأصبح خطة عمل تعمل عليها حكومة بنيامين نتنياهو، لكنها اصطدمت بمعارضة شديدة من قبل الدول المعنية حقيقة بهذا الأمر. أولا الفلسطينيون الذين يتمسكون بأرضهم ويرفضون التهجير عنها إلى أي منطقة أخرى، ومن ثم الكل من الأردن ومصر، لأن هذا المخطط له تبعات وتداعيات خلال المستقبل القريب والبعيد، أيضا ستكون كارثية أولا على الشعب الفلسطيني من ناحية تهجيره من أرضه وسيطرة إسرائيل عليها وضم ما تبقى منها إلى المناطق الأخرى التي تحتلها وتسيطر عليها، ومن ثم على الدول الأخرى التي ستكون متضررة بالفعل من هذا الأمر، وهي كل من الأردن ومصر، لما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة على هذه الدول، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية التي تعيشها. عدد من المهجرين بهذا الحجم سيخلق ضغوطات كبيرة، يتطلب إمكانيات كبيرة أيضا للتعامل معه على كافة المجالات. اليوم هؤلاء يحتاجون إلى رعاية صحية، رعاية اجتماعية، أيضا مدارس، مستشفيات، مرافق، بنية تحتية، كل هذه الأمور تشكل أعباء ثقيلة على هذه الدول المستهدفة بتهجير الفلسطينيين، إذا ما نظرنا إلى إمكانية تطبيق ذلك، لكنه هو أمر خط أحمر بالنسبة لكل من الأردن ومصر، وهذا ما أعلنت عنه الدولتان صراحة. أما ما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين بايدن والملك الأردني، فهو لا يخرج من سياق الطمأنة الأمريكية للأردن أن خطة تهجير الفلسطينيين من أرضهم نحو الأردن أو سيناء هي لا تلقى قبولا أو رضا ولا يمكن تطبيقها، وذلك بعد الإشارات التي أرسلها الأردن عن استعداده للانخراط في هذا التصعيد عسكريا من خلال الرسالة المبطنة التي أعلنها الأردن من أنه ينوي الطلب من الولايات المتحدة شراء أنظمة باتريوت لمكافحة الطائرات المسيرة أو التهريب الكبتاغون أو التهديد الذي تتعرض له الحدود الأردن مع سوريا أو مناطق أخرى تأتي منها تجارة المخدرات. وهذه كانت رسالة مبطنة، أننا إذا لم تكف إسرائيل عن مساعيها لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومناطق أخرى من أرضهم، فإننا سنلجأ إلى الانخراط في الحرب، وهي الرسالة التي فهمتها واشنطن ولجأت إلى طمأنة الأردن حول هذا الموضوع بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن. نعم ضياء. لو انتقلنا إلى سوريا، يعني التصعيد الحاصل أو المستمر في شمال غرب سوريا وبالأخص في محافظة إدلب، يعني شنت الطائرات الحربية الروسية هجمات على مناطق متفرقة في المحافظة في ظل تقارير تتحدث عن نية دمشق يعني توسيع السيطرة وخصوصا على طريق الإنفور، يعني حقيقة هذا الموضوع ويعني هل هو سهل يعني في ظل ما تعانيه دمشق أو الانشغال العالمي أيضا بما يحصل في غزة اليوم، هل الأمور هي سهلة للسيطرة على طريق الإنفور؟
نعم، إذا ما تحدثنا بالمنطق العسكري، هي ولست خبيرا عسكريا بالطبع، ولكن بحسب القراءات المتعددة للمشهد الذي يجري اليوم في شمال غرب سوريا، هي ليست من الصعوبة بمكان هذا الأمر أو هذا التوجه، لكن بالنظر إلى التكلفة الإنسانية والأمنية التي ستلحق بهذا المخطط فهي ستكون كبيرة. اليوم نحن نتحدث عن منطقة يتواجد فيها من 3 إلى 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا، فروا من كافة مناطق سوريا من قبضة الحكومة السورية والملاحقات الأمنية، وهجروا من المناطق التي كانوا فيها إلى محافظة إدلب. الكثير منهم وبمئات الآلاف متواجدون في المنطقة التي تستهدفها هذه الغارات والمخطط الذي تسعى إليه قوات الحكومة السورية من التقدم والسيطرة على الطرق الدولية لإعادة فتح هذه الطرق أمام الحركة التجارية وعبور البضائع بين المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة، وتحديدا بين محافظتي حلب واللاذقية. ولهذا الأمر أبعاد اقتصادية سياسية وعسكرية، بالإضافة إلى ما يتعلق منه بالتفاهمات العسكرية بين كل من روسيا والنظام التركي. أولا روسيا تريد أن ترسل رسالة إلى تركيا بأنها عليها الالتزام بالتفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين منذ العام 2020، وخاصة ما يتعلق منها بإبعاد المسلحين كما تسميهم عن الطرق الدولية الM4 والM5، والسماح بفتح هذه الطرق أمام حركة البضائع والحركة التجارية، وأيضا إخلاء المنطقة من الأسلحة الثقيلة وإبعاد الفصائل والتنظيمات المصنفة إرهابية وتفكيكها. تركيا لم تلتزم بهذه التفاهمات. اليوم هذا التصعيد جزء منه رسالة إلى تركيا للضغط عليها من أجل إعادتها إلى الانضباط بهذه التفاهمات. وأيضا بالنسبة للحكومة السورية تريد أن تصنع ما تسوق له على أنه نصر في هذه المنطقة، توجهه نحو الحاضنة الشعبية التي كانت إلى حد ما مؤيدة لها، واليوم جراء الظروف الاقتصادية وفشل الحكومة في القيام بأي شيء يلجم هذا التدهور الاقتصادي والذي نتجت عنه تبعات كارثية أيضا اجتماعية سياسية. هناك اليوم نشاهد حالات انتحار تنتشر بكثرة، اليوم جرائم تنتشر بكثرة في مناطق الحكومة السورية، عمليات سطو ونهب وسلب، هناك فقدان للأمان الداخلي وانهيار للمنظومة المجتمعية في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وأيضا هناك مخاوف من قبل هذه الحكومة من تمدد الاحتجاجات والغضب الشعبي تجاه الحكومة وانفجاره كما حدث في محافظة السويداء. لذلك من المهم بمكان أن تحاول صناعة نصر ما عسكري ما تلفت فيه أنظار هذا الشارع نحوه عن الخروج ضدها والتظاهر ضدها كما حدث في محافظة السويداء جنوبي سوريا، لأن تمدد الاحتجاجات إلى منطقة الساحل السوري وسوريا المفيدة كما تسميها الحكومة السورية تعني ضربة ربما تأتي بنهاية هذه الحكومة ومنظومتها الأمنية. طيب ديا، لو انتقلنا إلى شمال وشرق سوريا، يعني القواعد التحالف الدولي لقد أصبحت يعني هدفا مستمرا للفصائل التابعة لإيران. اليوم ما الذي يجري بين الفصائل التابعة لإيران وأيضا التحالف الدولي من استهدافات؟ نعم، اليوم الأمر أيضا هو يمكن تناوله من عدة زوايا. أولها دعني أكمل في الموضوع الذي كان قبل هذا السؤال بالنسبة لتوجه قوات الحكومة نحو محاولة صناعة نصر عسكري في إدلب. أيضا من إحدى الأهداف التي نسيت التعريج عليها أن تحاول أن تتفلت الحكومة من مسألة أو تتهرب من الضغوط الشعبية والسياسية عليها، أنها
لطالما تحدثت بالعداء لإسرائيل والعداء لما تسميه العدو الصهيوني، وشاهدنا في الحرب الأخيرة في غزة لم تقم بأي شيء في إطار هذا الموضوع، ولا حتى وأنها حتى لم ترد على الضربات الإسرائيلية الكثيرة التي طالت مناطقها، لذلك هي أيضا من هذا الباب تحاول لفت الأنظار. أما في مناطق شمال وشرق سوريا والهجمات على قواعد القوات الأمريكية من قبل فصائل تابعة لإيران أو فصائل عراقية، فصائل تابعة لإيران في سوريا أو فصائل عراقية أو حتى هجمات إيرانية مباشرة، هي كانت وما تزال في إطار المحافظة على شكل الحرب الدعائية بين الطرفين وبالمستوى التقليدي لهذه الاستهدافات، لم تخرج ولن تخرج أعتقد عن سياقها الطبيعي. هي مناوشات في سياقها الطبيعي، لا يمكن، لم ترقى إلى أن تصل إلى مستوى المواجهة المباشرة أو الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة، وإن كان الطرفان يريدان الانخراط في مواجهة مباشرة كما تروج له بعض وسائل الإعلام أو بعض صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، هناك أهداف يعني أكثر مباشرة أو أساليب وطرق أكثر مباشرة. اليوم تتفاخر إيران بأنها تمتلك منظومة من الصواريخ التي تقض مضجع الغرب وخاصة الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، وكانت هناك من إحدى الشروط للعودة إلى الاتفاق النووي أن تتخلى إيران عن تطوير هذه المنظومة من الصواريخ البالستية. إذا ما كانت تريد الانخراط بشكل مباشر في هذه الحرب، يكفي إطلاق ولو صاروخ بالستي واحد على مثلا قاعدة أمريكية أو بارجة أمريكية أو حتى على حليف أمريكا إسرائيل اليوم في إطار هذا التصعيد الحاصل، لنقول أن الطرفين قررا انخراط بشكل مباشر في الحرب. كما يكفي مثلا للقوات الأمريكية أن تشن من إحدى بوارجها مثلا هجوما بالصواريخ أو الطائرات على المنشآت العسكرية الإيرانية في داخل إيران، لكن ما يجري اليوم هو مناوشات في إطارها الاعتيادي في سياقها التقليدي، ليس على الأرض الأمريكية أو الأرض الإيرانية ولا حتى على الأرض إسرائيلية، هي على أراضي كل من سوريا والعراق، والاستهلاك الإعلامي والاستثمار وامتصاص الموجات الغضب الشعبي أو لتبرير ما يزعمه الطرفان من عداء جذري بين هذين القوتين. جزيل الشكر الصحفي ضياء التمر، شكرا جزيلا على كل هذه الآراء والتحليلات.